السلام عليكم. دائما عند اوتوكاز باش نشوفوا الجديد ديالهم، نشوفوا العروض اللي كاينين. طوموبيلات اوتوكاز هي شركه تابعه لاوتوهول اللي كدير هي التخصص ديالها هي لي فواتير اوكازيون. كتعطي فيهم غارونتي، كتعطي فيهم 6 شهور ديال لاسورانس، كدير فيهم كريدي، يمكن لك تبدل طوموبيل بطوموبيل، يمكن لك فقط تبيع لهم الطوموبيل ديالك لاوكازيون كما كانت الماركه ديالها. بغيت طوموبيل القدام بزاف طبعا، ما غاديش يشريهم طوموبيل اللي فايتين 10 سنين او شي حاجه بحال هكا. اللي بغى يبدل راه كيبدلوا باي ماركه. هادو حاطينهم كاملين هنايا، هادو كلهم فيهم برومو. هاد هما هنايا، هادو بحال قلت لي فواتير لوكس اللي عندهم. والستوك راه دائما فيه الجديد، يوميا كاين الجديد. بحال هذيك سيات ليون راه هي اللي كلشي كيسولني عليها كل لايف، ها هي عندهم وحده وكنظن ما غاديش تبقى، لان غير فاش جيت نص ساعه قبل شحال من واحد جا قلبها وسول على الثمن ديالها، يعني غادي طير في البلاصه ما غاديش تبقى تمايا. هذيك سيات ليون اللي بغى يصارع يجي لها اوتوكاز ولا يهضر معاهم في التليفون. بداو هاد 208 اللي معنا هنا، هاد 208 هذيك كنظن الاليور كاينه فيها جوانت الومنيوم، فيها الكروم القدام بولات الريتروفيزور بنفس الكولور، تا كذلك هادو بنفس الكولور. اللور شويه تانتي، ميم اون جينيرال فاش ضربوا الجرح في هنايا في الكاروسري من برا. تات بارشوك كذلك فيك شي حاجه نيت اللي صايره، فيك حاجه ديال البلاصاج هنا شويه شي عادي جدا. المهم من برا اون جينيرال طوموبيل باقا نقيه بزاف، ما فيهاش كيما قلت الضرب والجرح. دار فيها بروموسيون ديال 3000 درهم، يعني ناقصين الثمن ديالها 3000 درهم اللي هو هذه 11160000 ريال. لي موديل 2017 شهر 8 شهر 8 2017 104000 كيلومتر. عرفت شغل من الداخل كي دايره حتى هي كذلك. المهم كيما قلت لك من برا ليطا ديالها واعره لون الدرهم. هنا فيها فيتخ إلكتريك بربعة، الريتروفيزور تاعو هما كذلك إلكتريك، حتى هنا كذلك باقي نقي فيها وكلشي نقي. طبعا التقلاب اللي بغى يجي يقلب وانتيريسي يجي هنا ويشوف طومو مباشرة. باش نوريكم الطومات اللي كاينين ونوريكم لي بخي، باش تاكسي غتشد الطريق ولا شي حاجة على قبلها ممكن. كاين فيها شوية بلاستيك حيت الأطار ديال الطفار باش كتخدم فيها. هادي ليكرون ديالها أوريجينال، بواط مانيوال او كليما عادية. نعرف شوفو شوف ديماري كيما قلتلك ضاربة 104000 كيلومتر. مازوت موطور 1.6 92. شوفو انا هاد ليكرون نقدر تحكم فيها من هنايا، هاد ليكرون هنايا نقدر مديرش يديك تما، نقدر تحكم غير من هنايا. الا كنتي سايق بحال كمثال وباليك انك غادي تفكيري كاتش، تقدر تحكم كل شيء من هنا اللي بغيتي. حتى كندور هادي وكيتحرك لهيه، وهنا كذا هنا كذلك الصوت و اتسيتيرا. كاين كروز كونترول تاهو كذلك. المهم اون جينيرال كاين كل شيء، المهم كل شيء هنا نقي. هنا بوحدو اللي داير الطفار معاك درتيك دوراك الطفار كيتحكم، لان شي واحد عنده الطفار طوال هو اللي كتسيق الطوموبيل مكاش حكا تمايا، ولكن داكشي عادي علاش شويه ستيكاج غير غيمشي هذاك البروبليم. ونسكتوها. المهم اون جينيرال من الداخل تا هو نقي، تا البلافون ديالها هو نقي من الداخل. نشوف واش غتشوفو مزيان ولا لا. ها هو البلافون ديالها مفيهش شي تشراك ولا شي تقماش ولا شي حاجة، شوية كتابة ديال ستيلو وداكشي اللي كان يساعد تغسل ديك لافاج. نكيدوز على كلشي دغيا، نجبد لك كلشي اللي كاين فيها. صبحنا اللور تا هو نشوفوه. طبعا 208 طوموبيل ديال المدينه. واش كيديروا كريدي؟ وي كيديروا كريدي، كيديروا التبدال. الا عندك شي طوموبيل قديمه باغي تبدا بوحده اخرى جديده، وحده اخرى قديمه بحال هكا ولا وحده اخرى جديده اللي بغيتي كاع زعما تبيع ليهم فقط، راه كلشي ممكن. حيت هما اوتوهول يعني عندهم طوموبيلات جداد بحال عندهم اوبيل، ميتسوبيشي، فورد، ديفيسكا، انت تبدل لهم ديريكت جديد، يعني تدفع لاوتوكاز هادي وتمشي ديريكت عند الاخرين تدي لهم تشري جديد. جدا وايل تحت هنايا كيمشي لتحت
فين كاينين؟ كاينين في لالا الياقوت في ضرب عمر. هذا هو ضرب عمر، كوشات الشعر البصر كلها هادي، حي كله كبير. ضرب عمر، ضرب جيل الجملة، المهم ديال الشينوا، كل واحد كيسميه، ولكن الأسماء أساسيته هي ضرب عمر. اللي في جوجل كلشي يطلع لك ضرب عمر، ودير أوتوهول اللي كاين في ضرب عمر، اللي كاين في الشارع لالا الياقوت، شارع لالا الياقوت. هادي السيتروين، هاد السيتروين سيتروا هي، وهاد 208 راه نفس الطونوبيل، نفس الطونوبيل تماما، سيرتو في يعني في الداخل داخل. غير السيتروين شنو لافونتاج ديالها؟ هو انها شويه زايده في الكونفور ولي سباس، يعني حتى لي سباس ديالها في اللور، وهذا شويه كبر من من هادي، ولكن هادي شاده في الطريق اكثر. في الفيراجات هادي كتلقاها يعني بحال قلتي المهم كتشد معاك الفيراج، ماشي شي فرق كبير في الفيراجات، وحتى كذلك ماشي شي فرق كبير في الكونفور، ولكن في لي سباس كاين واحد شويه الفرق. بحال السيتروين اللي كيهز بلايص اللور بزاف وكبر شي في الحجم، من الافضل انه ياخذ السيتروين. لي زوبسيون هادي شويه عامره، عندها لي كروم شويه كبار، عندها اون جينيرال. المهم لي زوبسيون بحال مقارب في لي زوبسيون بحال بحال، ولكن هادي كتبان بحال عامره بحال دايره، لان هادي الجينيراسيون ديالها جديده مقارنه بهادي، حيت هادي هادي خرجت واحد الجينيراسيون اخرى اللي غتواكب هذا السي طروا. طبعا سي طروا معروفه بهاد الاير باك اللي كاين هنا، هذا راه اير باك هذا ديال الاصطدام، هاد خافيك الطوموبيل كتحمي، حيت اكبر الضربات القاتلين هما هاد الضربه ديال هنايا، تقتل في الغالب يعني الشيفور او لا داك اللي حداه من ليه، على حسب الضربه فين جات. الله يحفظ. عرف واحد اللون زوين غري، ما بين غري وفي ما عرفت واحد اللون اخر. طبعا جوج كولورات اللي معروفه بهم، السيتروين السيتروا، الثمن ديالها هو كلشي. هذه 2019 شهر واحد، يعني شهر واحد 2019 ضربه 77000 كيلومتر، دايره 13,160,000 ريال، ناقص طبعا منها 3000 درهم ديال البروموسيون، 3000 درهم باش تشجعك وتجي. تاير فيها كريدي، فيها كارونتي، الكيلومتراج ديالها فري حقيقي، كذلك هذيك راه فري حقيقي الكيلومتراج ديالها، وكلشي طوموبيل كاين فوتوكاز هنا كلهم الكيلومتراج ديالهم حقيقي. هادو بجوجهم مازوط، بجوجهم الضريبه 700 درهم، يعني فيهم 6 ديال الخيل، بجوجهم نفس الموتور 1.692 شوفوا، 1.692 شوفوا، نفس الموتور اللي حليناهم راه بنفس السقطه، تسبيات السقف هذاك، حتى دوك الضوا وداك الشيء كلشي بحال بحال. المهم شوفوا الطوموبيل اللي كلشي كيسوي عليها. شوفوا الطوموبيل كلشي اللي كيسول عليها كلشي، هي سيات ليون. ما كاينش شي لايف ما سولوش الناس على ثلاث طوموبيلات، على الكادي سيات ليون او هيونداي توكسون ولا اكس 35، هادو هما ثلاث طوموبيلات اللي كيسول عليهم كلشي دائما اي لايف، ما كاينش شي لايف ما سولنيش شي واحد على ثلاثه. المهم هادي سيات ليون، هادي هادي لونتخي دو كام ديال سيات ليون ديك الاولى، هذا طبعا سبق ليها مولاها، دايرها اللوغو بالبرونز دي زعما اللون ديال الكوبرا. كوبرا هو الفير بحال قلتي الجولف الاير، ولا بحال قلتي اودي ار اس، ولا شي حاجه بحال هكا، الفيرسون يعني سبور ديالها في الغالب هذيك الفيرسون سبور كتكون ايسانس، ولكن المهم بغا دوك اللوغوات، هي كحله كامله. المهم فيهاش الخدوش والضرب، بعدا ما بان شي حد يدير شي ضربه ولا شي خدشه ولا شي حاجه، فيهاش البولات الليد، فيها بولات عاديين، كالوندر تا هو عادي، تا هو صابغ ليه تا هو فهمتو، ودير فيه داك اللوغو ديال الكوبرا. هذا الكالوندر كنظن نبدلو كامل ديال الكوبرا، فيه داك اللوغو. كيعجبوني المرايات ديال سيات ليون، كي دايرين بحال ديال البي ام تا هما عندهم التوشي هنا. في الداخل كما قلت هي واخا لونتخي دو كام، ولكن عارف فيها لي زوبسيون، فيتخ الكتريك بربعة، ريتروفيزور الكتريك تا هما، الضو هنا عادي ماشي اوتوماتيك، لا ريغلاتور دو فيتاس، لا فولون ملتي فونكسيون يعني دير اللي بغيتي. وها هو الكلي ديالها، وراه ندخلو ليها. فيها اكرون، ولكن هاد الاكرون هادي غير اندرويد، هانتوما غتشوفو دابا كيما كتشوفو ضربات 90,000 كيلومتر. نديرو الساروت، كما كتشوفوا هنا ها هي السيستيم، هذا اندرويد، يعني هنا في الكادر برا كتشبه فوتوكوبي تقريبا يعني الاوريجينال، هذا كيتباعوا موجودين ماشي شي حاجه زعما اللي خايبه ولا شي حاجه.
ولكن يمكن لك فيهم كلشي اللي ما كيعجبنيش فيهم هو التصويت هادو باش كتبان مفروشين انه ماشي اوريجينال. داكشي ديال الشينوا ديما فيها هاد النوع من الصوت ما عرفتش علاش. وطبعا كتبان انها طابلت حيت هي اصلا في الواقع كتخدم كطابلت. انا تقدر دير لها زابليكاسيون ديال داكشي عاد. المهم يمكن لك تبدلها ودير الاوريجينال اللي بغيتي كيبقى حريتك الشخصيه. هذه كليما فيها نورمال ها هي باش لا فونتري كان فيها كليما نورمال فكاين كليما كاينه بوطا فيتاس والاونجينال باش كتعجب الناس هاد اليوم هو الجلسه والسوقه وحتى البوطا فيتاس فين كاينه الطريقه باش كاينه وهذا رائعه جدا 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 سبور بزاف سيرتو الا قارنتيها مع الجولف. الجولف سات كتبان لك بحال قلتي كارتي زايده ولكن الركبه نورمال بحال قلتي هي الكارتي زايده الركبه نورمال. السيات ليون السيات ليون كتبان لك نيت فراي كتقول لك جري دير واخا مزيان شي جرا ولكن المهم في ظل القانون. انا بالنسبه لسباس اللور حتى هو ما بيش مزيان بحال بحال تقريبا احسن من ميغان واحد شويه المهم اون جينيرال طوموبيل باقي نقيه فيها فيمي من اللور قاصح شويه سيختو هنا وهنا حتى هو كذلك فيمي قاصح. المهم اون جينيرال طوموبيل زوينه جوانت الومنيوم ديالها هادي هادي ساهل غير تردها العامره بحال مولاها راه اصلا كنحاول يردها عامره ها انت ملصق لي هادوك هذا راه ماشي اوريجينال ديال اف ار ملصق لي هادوك اللوغوات ديال كيبرا كون بدلها غير البولات حتى يردها واعره. كما قلت الثمن ديالها هو 17.5/2018 شهر واحد هادي 73000 ها الماتريكيلها هو 73000 سيات ليون هادي طبعا غير 700 درهم هادي غير موتور 1.6 105 شوف هادي 700 درهم في الضريبة بحال هادي بحال هاديك في الضريبة بحال بحال هادي موتور 1.6 حيت الاف ار راه فيها 2.0 ونمشيو للطوموبيل الاخرى هادي بوجو 508 فيها الصالون كوير جوج الوان هادي تقريبا الفول اوبشن اليوغ ولا جي تي لا ماشي جي تي هادي واقيلا اليوغ غادي نشوفها من القدام وي هادي الاليوغ هادي كاين جي تي عندها واحد الكالوندر اخر هادي بواط اوتو هاهي بواط اوتوماتيك هاهما لي فيتاس باش كدوز الا بغيتي دوز نتا مبغيتيش دوز خاص راه قلبت تكون نورمال جي تي كتلقى فيها البوطونة باش كديماري كتلقاها هنايا عجباني هادي طوموبيل واعرة فيها خصوصا هاد اللون هذا ديال الكوير وهذا والكراسه فيها مواعرين كونفور في اللور اتساع والسوقه فيها زوينه حتى هي هادو من المنافسين ديال فوكسفاغن باسات ودي اكار حتى هي وداكشي واخا هادوك زعما غاليين بزاف الثمن ولكن المهم كيبقاو نفس المنافسه نفس كلشي حتى هما منافسين شرسين حتى هما يعني ماشي زعما شي حاجه اللي عاديه حيت الكارتي ديجا طالعه في هادو بزاف الثمن ادي 2000 ادي 2016 شهر 12 يعني 31/12/2016 يعني قول 1/1/2017 المهم هذه 19.40 ضربه 52000 كيلومتر هذه 8 شوفوات يعني 1500 درهم فيها هذه سميتو فيها 150 شوفو 150 شوفو وفيها بروموسيون ديال 5000 درهم وعندنا هنا اوبيل انسينيا جراند سبور هذه جميله في الديزاين ديالها هذه نفس المنافسه ديال هادو ولكن هذه بحال قلتي كتنافس هذه كتنافس بزاف باسات هذه بحال قلتي كتنافس باسات سي سي ولا بالضبط هذه كتنافس الفوكس فاغن ارتيون يعني بحال قلتي الا بغيتي الارتيون ما غاتفكرش في هذا النوع من الطوموبيل غاتفكر بحال هذه واش بغيتي الارتيون ولا هذا اوبيل انسينيا تاعي غير هذه لافونتاج ديالها في المغرب هو ان عندنا حنا في المغرب هي وراق صغار يعني 6 تشوفوا 700 درهم عندنا ورق كبار اللي بحال الارتيون ولكن الموتور كبير فري فيه 184 ديال الخيل عكس الارتيون اللي كتباع في المغرب فيها غير 150 ديال الخيل اصلا دابا راه مفقوده في المارش انا كندير في لوكازو لوكازو الا بغيتي ارتيون فيها 184 خصك تمشي تاخذ ديال ديوانه والديوانه راه انت وزهرك انت وزهرك في الطوموبيل في الكيلومتراج انت وزهرك في الوراق واش فري واش مسروقه واش لا واش هادي شحال من واحد كيدور معنا في الديوانه والطوموبيل مسروقه ولكن ما عارفش
تيغوان 2014 معهم. هاد تيغوان حتى هي كيسويها بزاف، هي الطوموبيل اللي خرج، ولكن لحد ما عمر بات شي تيغوان عند اوتوكاز. فيتريك تريك هنا بربعة بيوم اوتوماتيك، روتروفيزور الكتريك حتى هما كيتجمعوا بوطونه، الضوء الكتريك، فولون او حتى هي كذلك اوتوماتيك. هنايا نطلعوا ليها، هذه هي لونطري دو كام ديال، ماشي لونطري دو كام كاع، ولكن زيد نشوف لوبسيون. وكاين المهم الديبار ديال الانتيغون، هذه الباتري فيها خاوي لانها بشحال محطوطه هنايا. المهم فيها كليما بيزون، هاي طلعت تما، ديالها اوريجينال، بوطا فيتاس اوتوماتيك، فرانا مان الكتريك، فانطونوب زوينة، الفولون سبور رقيق وزوين. المهم كاين اللي كيعجبو رقيق زوين، كاين اللي كيعجبو الفولون يكون غليظ بزاف بحال ديال البي ام، كيواجد كيفاش كيجي الفولون سبور. انما الجلسة فيها وكلشي داكشي فيها زوين سبور، بليس طابلو هنايا حاضر على حطو شتي الفولون، يعني واخا الفطارت كاع هنا الفولون ديال هنايا شتي تبان لك حاضر هكا، يعني ملي كتشوف بعينيك كتشوف ديريكت الارض تحتك، عواد كتشوف داكشي طالع شوية. نيكت واحد السوقه في شكال، هي زوينه صراحه في السوقان ديال، و بلوس من 9 وكونفور ديال بصح. حتى شنو ثمنها راه كاين في 30 مليون. هذه طبعا هي فيها 183 ديال الخيط، 184 ولا 180 الى قطعه عقل، ها هو هي هذه 180. 2018 شهر 1 ضربة 93000 كيلومتر دايره 22 مليون، تقريبا كان دايره 34 دابا 22 مليون. قبل لي راه ناقص فيها الثمن بزاف بالنسبه للثمن ديالها في الجديد. كما قلت هذه ماشي العامره كاع، كاين العامره كاع، وكاين العامره كاع هي الاو بي سي، تي راه دسنا واحد المره في اللايف، هذيك هي العموريه الفول ديال بصح، وكنظن راه كاينه وحده عامره نيت. كاينه هذه، هذه سياره محيد لها 6000 درهم من البخي ديالها. كما كتشوفوا هنا في اللور ديالها باش زوين، هو انه عندها هذا اللور بحال كيما قلتي كوب، هنا كوبي اللي بدا هذا الديكور ديال كوبي هذا حيت شحال واحد ما كيعجبوش الديكور ديال كوبي، كاين اللي كيعجبو كاين اللي كيحمقو. شكون اللي بدا هو المرسيدس، بداتو في السي ال اس في 2005 2004 بداتو في السي ال اس 2004، شكون تبعات البي ام، تبعوه الاودي، من بعد عاد تبعوا الاخرين عاوتاني، تيبانوا الاخرين شويه هما يديروا كاع بي ام. قالت لهم شتي، قالت لهم غندير لكم انا في الاول من 2008، قالت لهم غندير لكم في الاكس في الكات كادات، غتشد الاكس 5 وغترد حتى هي كوبي، ولكن عاليه حتى هي بزاف تما باش بدات تديك الاكس 6، عاد من بعد تبعوها الاخرين عاوتاني. فورد ايكو سبورت، كنت نقول ديما بغي نقول ايكو بوست حيت فورد عندها موتور ايكو بوست، لكن هذه ايكو سبورت. الفوتيغ الصغيره هذه ايكو سبورت شنو هي في الحقيقه؟ راه هي فيستا او منفوخه، يعني بحال هكا فيستا منفوخه. هذاك اش حتى السوكان ديال ايكو سبورت شويه زوين حلو، كتلقى حتى هو بحال قلت في فيراجات زوين، شاده في الطريق رغم انها عاليه على الارض. هذه خاص لونتخي دو كام، فيها ليكرون هي الصغيره، كليما في بلاصه وحده وعاديه، المانيول ستة الفيتاسات، فيها ستار اند ستوب، فيها تراكش كنترول يعني الاو اس بي، فيها جي اس بي، فيها الضوء عادي ماشي اوتوماتيك. المهم اون جينيرال فواتير نقيه، فيت خيليك تخيك بربعه تقريبا، اهم اوبسيون عندي انا هو هاد الفيت خيليك تخيك بربعه. الحشومه دابا طوم مابقاش تلقى فيهم فيت خيليك تخيك بربعه صعيب. وفي اللور ديالها هذا هو التيسع ديالها مزيان، معايا دايره بحال شي صندوق، بحال شي بحال هيك مربع يعني. لي سباس هنا ديال اللور ما كتلقاش فيه مشكل، عكس بزاف ديال الطونوبيلات اللي كتلقاهم تاهما كبار كاع من هذه في الحجم، ولكن لي سباس ديال اللور تلقاه تجلس راسك توصل للسقف. هادي ما فيهاش لوبسيون ديال الرويضه في اللور ديال السكور، بقينا كنظن الرويضه السكور كاينه لتحت او لا كاينه هنايا. لا كاينه لتحت الطوموبيل، هادي هي ايكو سبور. كاينه شي جولف 7 حاليا ما بين 3 وحده، وقيلا كاينه واحد البيضاء البيضاء ما عرفتش يقدر كاين ما عرفتش. المهم كنت كتجي عندهم حاليا، هادشي اللي كنوريك انا هو اللي كيبان لي بعينيا،
دي 2018 5 ضرب 62000 كيلومتر. الورق صغار خلاص 700 درهم مازوت ضرب طبعا فيها 16 مليون. 2018 ما ضربش بزاف بالنسبه ل 2018 62000 كيلومتر ما ضربش بزاف نقيه، وفيها الجوانت اليمين وفيها الجوانت العادين، وكانت خاصها دوز خاصها تغيرهم تخلي نفس البنوات ودير الجوانت. حتى ذاك البوست هو راه تقدر دير بوست الا بغيتي دير فيه يعني جبان لك الجي بي اس وداك الشيء، كاين الاوريجينال ديالها كاين ديك ديال اندرويد راه تتبعو حتى هما موجودين. وهذه راه ناقصين فيها 2000 درهم، خاص الايكو ايكو سبورت راه مطلوبين راه تبعو دغيا راه تبقاش. عندك هنا نيسان اكسترا خاص مطامات اللي هضرت عليهم بزاف خصوصا في اللايف هنا دوزنا فيهم بزاف. كما قلت الطوموبيل باش واعره يعني الطوموبيل هي نيسان يعني كاليتي ديال نيسان وكل شيء. موتور ديال رونو اللي معروف الدي سي اي 1.6 نفس الموتور اللي كاين في الميغان كاين في طاليسمان كاين في كاتجار كاين في نيسان كاشكاي نفس الموتور يعني بالنسبه للبياس ما غتلقاش مشكل فيه. كذلك نيسان اكسترا الموجود البياس ديالها في المارشي خصوصا في لا ميزون. وكما قلت الافونتاج ديالها كبير هو طوموبيل كبيره عاليه وفيها فيرسيون اللي فيها فيرسيون 4 4 فري يعني كتدفع بواحد الرويد. كاينه هذه ما كنظنش 4 4 فري هذه كتدفع بالرويد القداميين وفيها سبعه البلايص والوراق صغار. يعني شنو الافونتاج طوموبيل كبيره ورق صغار داير واللي يسمع ورق صغار ما يقولش الكاروسيري كبيره كتقل عليها يقول غير الورق. ما هي راه فيها 130 ديال الخيل و 320 نيوتن متر 320 نيوتن متر كافيه باش دير كل شيء. ونشوفوا الثمن ديالها شحال. هذه الثمن ديالها 21 مليون 2019 لا نشوف 2018 شهر 3 2018 كما قلت 6 ديال الخيل مانويل. هذه كاين واحد اخر عندهم اوتوماتيك هذه دايره 21 مليون طبعا فيها بروموسيون ديال 6000 درهم. غنشوفوا لي اودي هنا عندنا اودي ا4 العموريه كامله ديال المغرب العموريه كامله ديال المغرب اس لاين هذه دايره 31 ونص 2017 شهر 4 2017 هذه مصورته حتى هاد الاودي هذه حتى هي كذلك حتى هي مصورته على ما اعتقد. ها وي حيت قلت لهم قبيله حلهم ساعه ما بقاش الجو. هذه اطروا 2017 شهر 7 ضربها 113000 كيلومتر 150 شوفوا في الخيل دايرين 26 و 180000 ريال يعني تقريبا 27 قل 40000 ريال. طبعا الثمن غتكون تنقص معاهم شويه في الثمن